السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة السريعة والبسيطة سأريكم فكرة رائعة تساعدك كثيرا عندما تقوم بتصفح الإنترنت وقراءة المقالات والدخول إلى المواقع والمدونات من خلال متصفح سفاري في هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود. طبعا عندما تقوم بتصفح في متصفح سفاري وتنزل للأسفل، فربما كنت تقوم بقراءة مقالة وتريد الرجوع إلى الأعلى بسرعة دون التمرير حتى تصل للأعلى، فيمكنك بطريقة سهلة أن تقوم بالضغط على السيتيس بار. هنا السيتيس بار أي حي أينما يوجد البطارية وكذلك التغطية والواي فاي، تقوم فقط هكذا ضغط على الساعة وتصعد بالأعلى. طبعا أتأسف أقوم فقط بالشرع على علبة هكذا لأنني لا أملك هاتف آيفون آخر، وهاتف الآيفون أقوم بالتصوير به الآن، ولكن فكرة سهلة، فقط تقوم بالضغط على الساعة أو يعني التغطية السيتيس بار، يعني السيتيس أو البار العلوي أو الشريط العلوي التي توجد به الحالة، حالة البطارية والوقت والواي فاي وكذلك التغطية. شكرا لحسن متابعتكم، أتمنى تكون هذه الفكرة وهذه الطريقة البسيطة قد نالت إعجابكم. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. لا تبخل علي بطاقة على زر لايك وذلك سبسكرايب، حضر الآن لسه الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه للتوصل بجد الحلقات الشبه يومية th3vw.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.